وحول موضوع الانهيار الاقتصادي في لبنان ينضم معنا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسان. أهلا بكم، مساء الخير. حياك الله. قرار وزير الاقتصاد والتجارة بدولارة السلع في الأسواق اللبنانية، كيف أثر هذا القرار على أسعار السلع الضرورية في ظل أزمة اقتصادية يعيشها المواطن اللبناني بالأساس؟ لقد حاول وزير الاقتصاد الضبط على الأسعار في الأسواق نتيجة تفلت، نتيجة عدم القدرة لدى الوزارة والحكومة على ضبط الأسعار أو الحد من الأرباح التي يضعها التجار نتيجة غياب الدولة، غياب المؤسسات والتفلت الأمني الموجود. ولكن ليس المطلوب من المواطن أن يدفع بالدولار حتى تكون الصورة واضحة. المطلوب من التجار أن يضعوا الأسعار بالدولار، لأن سعر الدولار يتفاوت في نفس اليوم من سعر إلى سعر آخر، وعملية تغيير الأسعار بالعملة اللبنانية عملية صعبة ومعقدة. وبالتالي أصبح لزاما على التجار أن يضعوا السعر التسعيرة بالدولار، وبالتالي يدفع بسعر الصرف لحظة الشراء على صندوق السوبر ماركت أو أي مؤسسة أخرى. ولكن هذا أيضا الناحية السلبية لهذا القرار هو أن التجار بدأوا يضعون نسبة أرباحهم قياسا على الدولار وليس على قيمة العملة اللبنانية، مما رفع الأسعار كثيرا. وبالتالي أصبح المواطن يعيش عبئا أساسيا، لا يملك من الدولار ليدفع بالدولار ويخرج نفسه من لعبة ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر العملة اللبنانية، وكذلك التاجر بدأ يضع أرباحا مرتفعة قياسا على الدولار، وبالتالي أصبح المواطن بين شقي رحى، يعني يخسر في الحالتين. وهذا لكن الوزير قال إن الهدف من القرار دولارة الأسعار هو حماية المواطن من عشوائية التسعير التي تؤثر أو التي ضربت الأسواق منذ انهيار الليرة اللبنانية. هل فعلا يمكن أن يحمي هذا القرار المواطن اللبناني كما قال الوزير؟ هذا بالشكل صحيح، لكن بالمضمون لا قدرة للوزارة ولا للحكومة على ضبط الأسعار ومراقبة التجار. المطلوب هو أن يكون هناك جهاز المراقبة مصلحة حماية المستهلك، المؤسسة الموجودة بالفعل في وزارة الاقتصاد ولكنها لا تملك الكادرات اللازمة ولا الكفاءة المطلوبة، وأيضا لا تستطيع أن تضبط الأسعار لأنها لا قدرة لها ولا تستطيع القوى الأمنية مواكبتها. وبالتالي أصبح هناك فلتان ما بين الدولار ونسبة الأرباح العالية بالدولار وبين التسعير بالليرة اللبنانية بشكل فاضح جدا. من باب حماية رأس مال التاجر أصبح يضع نسبة أرباح عالية حتى لو قام بالتسعير بالليرة اللبنانية. فالقرار بالشكل هو صحيح، لكن في المضمون لا قدرة على تطبيقه، والمواطن هو يدفع نتيجة هذا القرار غير المدروس، ولا قدرة للدولة على تطبيقه. هذه المشكلة الأساسية في واقع الأمر مع الأسف الشديد. البنك الدولي اتهم القوى السياسية بالتسبب في الكساد الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، إلى أي مدى ترى أن سياسات الأحزاب اللبنانية أوصلت البلاد إلى ما وصل إليه من وضع اقتصادي صعب جداً؟ منذ سنوات والمنظومة الحاكمة تحاول أن تلقي التهمة على هذا الفريق أو ذاك الفريق بالتسبب بهذا الانهيار المالي والاقتصادي. نعم. الحقيقة هو أنهم جميعا متشاركون وشركاء في هذا الواقع السيء الذي وصلنا إليه. البعض يحاول إلقاء كافة المسؤولية على حاكم وصف لبنان المركزي، والبعض يحاول اتهام الحكومات المتعاقبة والسابقة وكأنه كان خارج السلطة في حين أنه كان داخل الحكومة، وخاصة حزب الله الذي لا زال يلعب دور المعارضة حتى وهو داخل الحكومة. فالمشكلة الأساسية هي هذه نظام المحاصصة الذي أعطى لكل فريق حصة في هذه الحكومة، حصة في هذه السلطة التنفيذية، وحرية مطلقة بالتصرف، حتى أن كل وزير يعتبر وكأنه بمثابة رئيس وزراء. نعم. لا يوافق إلا بعد مراجعة مرجعيته السياسية أو الدينية. وبالتالي هذا الفساد المستشري هو نتيجة حتمية لهذه السلطة التنفيذية غير المتماسكة، والتي لا تشكل فريق عمل يدرك ماذا يقوم به ويدرك ماذا يجب عليه أن يفعل. من مدينة صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.